هذا السائل يقول: ما يتناقله البعض من أن هناك آثارا باقية من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كبعض شعاراته عليه الصلاة والسلام، يقول: هل هذا صحيح وهل يجوز التبرك بها؟ هذا كذب، هذا كذب، ولم يبقى من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يأتون بشعارات يقولون هذه شعارات الرسول، وينفتن الناس بها ويأخذون عليها فلوس، يأخذون عليها فلوس. نعم هذا كذب. نعم.